أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو الحصة ديال اليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح الواجب اللي كنت كلفتكم به في الحلقة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا أنجزتوه. زين، جيد، زين، زين، جيد، صحيح. والآن انتبهوا معايا على الشاشة. الرجعة استغنى، لا يطغى، لا يتجبر، رأى نفسه غنيا عن الله إذ جمع ثروة كبيرة. المصير. وكان المطلوب منكم في هذا الواجب باش تملؤوا الفراغ بالكلمات المناسبة. شكون تقول لي المعنى اللي غادي يجي في الفراغ الأول؟ لا يتجبر. تفضلي. نعم، لا يطغى. لا يطغى، جيد. إذن غادي نكتبوا كلمة لا يطغى، لأن هي المعنى ديالها لا يتجبر. رأى نفسه غنيا عن الله إذ جمع ثروة كبيرة. شكون تقول لي الكلمة اللي غادي تكون في الفراغ الثاني؟ تفضلي سميرة. استغنى. استغنى، جيد، مزيان. إذا استغنى هي الكلمة اللي المعنى ديالها رأى نفسه غنيا عن الله إذ جمع ثروة كبيرة. بقى لنا الفراغ الأخير، المصير. شكون تقول لي الكلمة اللي كتعني هذا المفهوم هذا؟ الرجعة. تفضلي خديجة. نعم، الرجعة. إذا الرجعة تعني المصير. إذا بعد الفراغ من تصحيح هذا الواجب غادي تستمعوا معايا جميع لهذه القراءة المباركة ديال الآيات من 6 إلى الآية 8 من سورة العلق. استمعوا جميع. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. نعم، من بعد ما استمعنا جميع لهذه القراءة غادي نقرأ وغادي ترددوا من بعد مني. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان يطغى. نعيد مرة أخرى. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان يطغى. كيف ما كتنتبهوا معايا كلمة إن. إن. إن كيف ما كتلاحظوا كلمة إن عندها شدة. يعني النون مشددة. وكتقرأ هذه الكلمة بهذه الطريقة هذه، كنقراوها إن. إن. أعيدي. إن. نعم سميرة. إن. إن. أعيدي مرة أخرى. إن. إن. تفضلي خديجة. إن. إن. تفضلي لطيفة. إن. إن. إذا نعيد جماعة. إن. إن. مرة أخرى. إن. مرة أخرى. إن. إن. أرآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. نعيد مرة أخرى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. نعم، ربك. ربك. إذن هذه الكلمة كتقرأ بهذه الطريقة هذه.
ربك ربك. إذن عيدي ربك ربك. نعم سميرة ربك ربك. تفضلي لطيفة ربك ربك. عيدي نعم خديجة ربك ربك. إذن نعيد جماعة ربك ربك. مرة أخرى ربك. مرة أخرى ربك. نعم. إذن من بعد ما قرينا هذه الآيات الكريمات واستمعنا القراءة ديالهم وقريناهم جميع، غادي ندوزو باش نعرفوا المعنى العام ديالها. تبين لنا الله عز وجل في هذه الآيات أن الإنسان من اللي تيصبح غني وتيملك متاع الدنيا تيطغى وتيتجبر على عباد الله وتينسى بأنه غادي يرجع إلى الله تعالى اللي غادي يحاسبه على الأفعال دياله. هذا هو المعنى ديال هذه الآيات الثلاث من سورة العلق. وقبل ما ننهيو هذه الحلقة غادي نكلفكم بواحد الواجب اللي غادي تنجزوه في البيوت ديالكم واللي غادي تلقاوه في الكتاب المقرر في نهاية الحلقة الخامسة في مادة القرآن الكريم. انتبهوا معايا الشاشة. الرجعة استغنى الإنسان ربك. قال الله تعالى كلا إن لا يطغى أن رآه إن إلى الرجعى. إذن المطلوب منكم في هذا الواجب أنكم تملؤوا الفراغ بالكلمات المناسبة. نتمنى منكم أنكم تنجزوا هذا التمرين في المنازل ديالكم، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله غادي نصححوه. وما تنساوش كذلك تحفظوا الآيات اللي سبقنا درسناها في سورة العلق، باش في الحلقة القادمة إن شاء الله أنتم والسادة المشاهدين والمشاهدات غادي تصدرهم لنا. قبل ما نودعكم نخليكم مع مادة الحساب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.